أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الثلاث 1 يونيو 2021، مواليد 22 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عرض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيا إلى أن يصبح مهاما يمكن التعامل معها. تتسم بحياتك الخاصة بعدد من النزاعات، لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلا لأن الحل يأتي من الداخل. في بعض الأحيان لا تقلل من أي أعراض جسدية قد تحس بها، ابحث عن سبب ذلك. توقعات مواليد 1 يناير إلى 10 يناير. في بعض الأحيان يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعا وانظر إلى هذه الانتكاسات على أنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبا في حياتك الخاصة. التزم برأيك ولكن استمع أيضا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضا في شكل جسدي. خذ وقتا للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء. توقعات مواليد 11 يناير إلى 19 يناير. يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس، فقد عليك تغيير منظورك للأشياء، وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة. في الوقت الحالي يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء. تحتاج إلى استرخاء أكثر. خذ استراحة بعيدا عن مسؤولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. اقرأ كتابا جديدا أو استمتع بحمام مريح.